بس احنا في هذه المدن المتقدمة طبعا نيجي نوقف محطة الوقوف، يقول لك باص كذا اللي انت يوديك المكان كذا 3 دقائق يوصل لك، بالفعل 3 دقائق يوصل في اكثر من بلد، يعني شايف في خاصة البلدان الاوروبية. المترو اولا هل فيه توقيتات زمنية من هالنوع؟ يعني انا اعرف انه اني بيتي على سبيل المثال خليني اختار هنا في الصالحية حتى اروح للجادرية، المترو اللي يوديني ساعة كذا وساعة كذا. نعم هو إذا أفهم هالقصة هو ابتداء أكو توقيتات للرحلات، وإحنا من ضمن المتطلبات اللي حددناها التوقفات هي كل 4 دقائق للقطار. يتوقف شنو؟ التوقفات يعني مسافة بين قطار وقطار، بين نسبة قطار التقاطر 4 دقائق بين قطار وقطار، 4 دقائق بين قطار وقطار. وبالتالي مثل ما تفضل السيد المستشار أنه إحنا اليوم نقول نغطي 85% من مساحة مدينة بغداد، هو نغطي مناطق على هاي المسارات، وبالتالي اليوم شبكة النقل العام أو شبكة النقل الخاص راح تكون متكاملة مع شبكة المترو. يعني مثلا يعني أنا حتى لو ما يوصل يمي بس أنا أتوجه له بالضبط، هذا ما أخوذ بنظر الاعتبار أنه المترو من صمم وضع في فعاليات اللي يرتادها المواطنين اللي هي الجامعات المولات وغيره وغيره، ومن تنتقل انت من المنطقه اللي موجود بها راح يكون اقرب محطه لك اللي هن 64 محطه موجوده في بغداد للمسارات السبعه، اقرب محطه راح تكون لك يا اما راح تكون اما بباص توصلها او قد توصلها بسيارتك الخاصه وتضع سيارتك في البارك وتصعد وتنجز رحلتك بالمترو. المحطات هيك مشاريع 10 مواقف للسيارات من ضمن التصميم للمترو راح تكون باركات متعدد الطابق، اعتقد عدد الباركات المواقف ايش قد 10000 موقف